أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. تعثر جديد في مشاورات الكويت وولد الشيخ يلتقي وفدي المشاورات كلا على حدة. الميليشيا تواصل خروقاتها في عدد من المدن وإصابة 11 مدنيا في تعز. طفح مياه الصرف الصحي في الحديدة يهدد بانتشار الأمراض في أوساط المواطنين. مشاهدينا الكرام، نستهل معكم النشرة بفتح الملف الخاص بآخر التطورات المرافقة لمشاورات السلام اليمنية بين الحكومة والميليشيا في دولة الكويت. قالت مصادر سياسية إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد فشل في التوصل إلى حل للجمع بين طرفي المشاورات في الجلسة التي كان مقررا انعقادها صباح اليوم. وأكدت المصادر أن ولد الشيخ اجتمع بكل طرف على حدة بعد أن فشل في جمع الوفدين في قاعة واحدة، على الرغم من إعلانه مساء أمس التوصل لحلول وموافقة وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع على جدول الأعمال. وفي السياق ذاته، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ عن أسفه لتكرار خروقات الميليشيا بمحافظتي تعز والجوف. وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحفي عقده في الكويت يوم أمس إن التقارير تفيد بتحسن الوضع في اليمن بفضل جهود لجنة التواصل والتهدئة واللجان المحلية، معربا عن أسفه في استمرار الخروقات بتعز والجوف. وأضاف أن المجتمع الدولي والدول الـ18 لا تزال تبذل جهودا كبيرة من أجل إحلال السلام واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي. إلى ذلك، قالت مصادر في الوفد الحكومي لقناة بلقيس إن الوفد التقى بعد ظهر اليوم المبعوث الأممي لليمن بعد تعذر عقد جلسة مشاورات مشتركة بسبب مقاطعة وفد الميليشيا للجلسة التي كان مقررا انعقادها صباحا. وأكد المصدر أن الوفد الحكومي سلم ولد الشيخ قائمة بالانتهاكات الجديدة التي قامت بها ميليشيا الحوثي وصالح في عدد من الجبهات وخصوصا في تعز والجوف. وفي السياق ذاته، قالت مصادر سياسية إن وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح اتهم الجانب السعودي باستهداف سير المفاوضات والعمل على إفشال تثبيت وقف إطلاق النار. وأكدت المصادر أن الوفد رفض المشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا بحجة تنفيذ طائرات التحالف غارة جوية على مواقع للميليشيا في مديرية موزع بمحافظة تعز. لم يتغير شيء في مسار المحادثات المنعقدة في الكويت، والطريق الذي اعتقد الجميع أنه فتح بعد إعلان المبعوث الأممي الاتفاق على إطار عام للشروع في المحادثات لا يزال طريقا وعرا وغير صالح للمرور حتى هذه اللحظة. بعد بيان من مجلس الأمن وتدخل من أمير الكويت، أعلن ولد الشيخ أنه تمكن من تحقيق اختراق يسمح باستئناف المحادثات التي كانت مهددة بالفشل مع استمرار رفض وفد الميليشيا الموافقة على جدول أعمال اللقاء. ولكنه ظهر في المؤتمر الصحفي يقدم شرحا غير واضح عن الاختراق الذي حققه. التقدم الذي انتظره الجميع كان يفترض أن يتحقق على مسار إقرار أجندة المحادثات والشروع في بحثها، لكن المبعوث الأممي ظهر متحدثا عما أسماه الإطار العام للمفاوضات، وهي صيغة جديدة للرؤية الأممية لحل الأزمة اليمنية على ما يبدو، وتشمل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة بحسب ولد الشيخ. لقد عرضت على الأطراف إطارا عاما يجمع محاور عدة تشمل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة. تم تصميم هذا الإطار انسجاما مع قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وانطلاقا مما اتفق عليه في بيل في ديسمبر 2015. لكنها لا تقول شيئا مختلفا عن كيف ستمضي المحادثات القائمة. الإطار العام الذي قدمه ولد الشيخ يبدو صيغة فضفاضة تتجاوز عقبة النقاط الخمس التي توقفت عندها جولة الكويت وعطلت مسيرة المفاوضات قبل انطلاقها الفعلي، والأرجح أن هذا الإطار ذاته سيكون عقبة أخرى عند الدخول في التفاصيل. كان من المفترض أن يعقب الاتفاق على هذا الإطار الشروع في المحادثات بين وفدي الحكومة والميليشيا، لكن ذلك لم يحدث.
واكتفى المبعوث الأممي بعقد لقاءات منفردة بالوفدين لبحث العودة إلى طاولة المفاوضات، بعد أن ثبت أن ذلك الاختراق الذي تحدث عنه لم يكن اختراقا حقيقيا بل دورانا في ذات الحلقة المفرغة. وللمزيد من التفاصيل ينضم معنا من الكويت السكرتير السابق في رئاسة الجمهورية الصحفي مختار الرحبي. مرحبا بك سيد مختار، وبداية بالأمس أعلن والد الشيخ أن المشاورات تسير بشكل جيد، واليوم تعذر عقد جلسة مشتركة بين الطرفين. ما الذي جد اليوم حتى يتعذر عقد الجلسة المشتركة؟ نعم، بالنسبة لي الجلسة بالفعل كان من الممكن أن يتم عقدها اليوم، وكان أيضا تم الإعلان عنها بالأمس أنه سيتم عقد جلسة مشتركة بين الطرفين، وفد الشرعية وفد الميليشيات الإنقلابية، ولكنها تعذرت ولم يتم حتى هذه اللحظة إبداء الأسباب أو إبداء ما الذي حصل وما الذي سجد. لكن والد الشيخ التقى بالوفدين كلا على حدة في هذه الأثناء، ما زال هو يلتقي مع طرف الحكومة الشرعية ويتم تناقش أسباب تعذر انعقاد الجلسة. يبدو أن هناك إشكالية في موضوع الإطار العام وتوزيع القضايا، لأن هناك معلومات عن توزيع القضايا الخمس القضايا في إطار متوازي، يعني تكون الخمس القضايا يتم مناقشتها بوقت واحد. هل رشح أي نتائج لهذه الاجتماعات المنفردة الذي حضرها والد الشيخ مع وفد الطرفين على انفراد؟ المعلومات هي أنه يحث الطرفين على بذل المزيد من تقديم المرونة، وطبعا تقديم التنازلات للدخول بالمفاوضات المباشرة. طبعا هذا طبعا الكلام فضفاض وكلام عام يتم إطلاقه هنا وهناك، لكن المعلومة الحقيقية حتى هذه اللحظة لم يتم إعطاها لنا حتى هذه اللحظة. ما زلنا ننتظر الأسباب الحقيقية، مع أننا نعرف أن من تعنت ومن رفض الدخول بالمشاورات من أول يوم وحتى هذه اللحظة هو الميليشيات الإنقلابية. بالأمس تم الإعلان عن أن الحوثيين أعلنوا قبولهم بجدول الأعمال، واليوم نتفاجأ بأن كثير من القيادة الحوثية والقيادة علي عبد الله صالح يتحدثون أنهم لم يوافقوا، وأنه يشرحوا ويبرروا ويحاولوا أن يدخلون بمتاهات وبعبارة فضفاضة ومطاطية وغير مفهومة. نعم سيد مختار، تتحدث الأنباء أن الوفد الحكومي قدم للمبعوث الأممي قائمة بالخروقات التي حصلت منذ بداية تهدئة وقف إطلاق النار، هل هنالك أي رد من المبعوث الأممي تجاه هذه القائمة التي قدمت من الوفد الحكومي؟ سيدتي، يوميا يتم تقديم الخروقات بكشف موثق من اللجان الميدانية والمحلية، يوميا يتم تقديم هذه الكشوفات ويتم تقديم هذه الخروقات. بالأمس فقط 230 اختراق، وقبل الأمس 217، ويوميا مئات الاختراقات تتم من قبل الميليشيات الإنقلابية، ولا نرى أي ردود فعل لا من المجتمع الدولي ولا من السفراء الدول الخمس دائمة العضوية وسفراء الثمانية عشر، ولا أيضا حتى من الأمم المتحدة ومن المبعوث الدولي. لا ندري لماذا السكوت على هذه الاختراقات التي تهدد فعليا العملية السياسية والعودة للمسار السياسي والتفاوضي والمشاورات في الكويت. نعم، إذن مختار الرحبي الصحفي والسكرتير السابق في رئاسة الجمهورية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الكويت. من جهته قال الناطق باسم التحالف العربي العميد ركن أحمد عسيري إن قوات التحالف شارفت على إنهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة وميليشيا الحوثي وصالح في اليمن. وأكد عسيري أن العمليات العسكرية جاءت ضمن مساع حثيثة لدحر التنظيمات الإرهابية التي تنامت في ظل غياب سلطة الدولة لإعادة الأمن والاستقرار. وأشار عسيري إلى أهمية العمل الأمني والاستخباراتي، خصوصا بعد تمكن قوات الجيش الوطني والتحالف من تحرير مناطق عدة من سيطرة تنظيم القاعدة والميليشيا. إلى ذلك أصيب 18 شخصا أغلبهم مدنيون في سلسلة خروقات ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح إثر قصفها الأحياء السكنية ومواقع الجيش الوطني والمقاومة في مدينة تعز. ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن مصدر طبي قوله إن القصف المدفعي المكثف الذي تعرضت له الأحياء السكنية أسفر عن إصابة 11 مدنيا بينهم 4 أطفال وامرأة. إلى ذلك تعرضت مواقع الجيش والمقاومة
المقاومة في ثعابات وجبل الزنوج لهجمات من قبل الميليشيا وقصف مدفعي بكافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أسفر عن إصابة 6 عناصر من الجيش والمقاومة. هذا وأفاد مراسل قناة بلقيس بتجدد القصف المدفعي العنيف من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع على قرى المناطق الجنوبية وجبل ذي عهدى في مديرية الوزعية بمحافظة تعز. وقال مراسلنا إن القصف تسبب بنزوح عشرات الأسر من مناطق وقرى الظريفة والقرفة ومسعدي باتجاه قرى الحجرية ومدينة عدن. إلى ذلك اختطفت ميليشيا الحوثي والبخلوع مدير مدرسة الحرية في منطقة بني علي طلال أحمد عبد الباقي وأستاذ الرياضيات داود عبد المؤمن. وللمزيد من التفاصيل اللي ينضم إلينا من تعز مراسلنا فواز الحمادي. مرحبا بك فواز، وما هي آخر ما تم رصده من خروقات للهدنة؟ نعم، نبدأ من آخر الخروقات وهي في منطقة الأقروب، حيث تقوم ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع بقصف عنيف ومكثف تشنه على مواقع قوات الجيش الوطني في شمار وبلعان والمزاين والنقادي الشرقي. وقوات الجيش الوطني اضطرت كما قالت القيادة إلى التعامل مع هذه الخروقات والرد على مصادر النيران والقصف الذي تشنه الميليشيات على مواقع الجيش الوطني. نعم. أيضا في الجبهة الغربية شهدت قصف عنيف سنته الميليشيات على مواقع لقوات الجيش الوطني في معسكر اللواء 35 مدرع ومحيط حياة محيطة باللواء وفي مناطق عقاقة من مواقع تمركزها في تبت الظنين ومنطقة مدرات. أعقب هذا القصف الشبكات وصفت بالعنيفة ومحاولات للتقدم تقوم بها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، لكن قوات الجيش الوطني كانت بالمرصاد ومنعت أي تقدم للميليشيات في هذه المواقع. نعم فواز، هل هنالك أي رد فعل أو موقف من لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار إذا استمرار هذه الخروقات؟ لجنة التهدئة أو لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في تعز لا تملك شيء يمكنها من إجبار الميليشيات الانقلابية على الالتزام بوقف إطلاق النار سوى إصدار البيانات التي تدين الميليشيات لقيامها بخرق الاتفاق وعدم الالتزام بالبنود التي اتفقت عليها. نعم فوز، ما إذا تحدثنا عن وضع السكان هنالك أنباء تتحدث عن موجة نزوح من المناطق التي يتم استهدافها بالمدفعية من قبل الميليشيا، كيف هو وضع السكان هناك؟ نعم، المناطق التي تقصفها الميليشيات الانقلابية يضطر الأهالي إلى النزوح من هذه المناطق نتيجة القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيات التي لا تفرق بين موقع لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبين أحياء أو تجمعات سكنية يقطنها مواطنين أبرياء ليس لهم أي ذنب سوى أنهم لم يقبلوا بالميليشيات الانقلابية. كذلك في مديرية الوازعية كانت الميليشيات قد قصفت مواقع للمقاومة ومنازل للمواطنين في مناطق في الصبيحة بحدود على حدود مديرية الوازعية بعد أن استخدمت الميليشيات تعزيزات عسكرية كبيرة من مدينة الحديدة، وقامت أيضا قناصة الميليشيات بقنص طفلة في قرية بخيتة بمديرية الوازعية برصاص الميليشيات. نعم، إذن فواز الحمادي مراسلنا في تعز، شكرا جزيلا لك. هذا وقالت اللجنة المكلفة بتثبيت وقف إطلاق النار في مأرب إن 27 من أفراد الجيش والمقاومة قتلوا وجرح 126 آخرون خلال نصف شهر من التهدئة المفترضة بين الجيش والميليشيا.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحفي أن القتلى سقطوا بمختلف جبهات القتال بالمحافظة منذ تاريخ وقف إطلاق النار في 10 وحتى 25 من إبريل الجاري. وأشارت اللجنة إلى أنها رصدت 233 خرقا لوقف إطلاق النار من قبل الميليشيا، تنوعت بين إطلاق صواريخ باليستية وكاتيوشا وهجمات مدفعية بمختلف أنواع الأسلحة. وإلى محافظة البيضاء، حيث تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع خروقاتها للتهدئة بقصف المناطق السكنية ومواقع المقاومة مع استمرار الحشد والتعزيزات العسكرية في مناطق عدة. وقالت مصادر محلية إن تعزيزات عسكرية للميليشيا استحدثت مواقع جديدة في حيد أسلم بمنطقة عزة. تبدو محافظة البيضاء بعيدة عن أي اتفاق لوقف إطلاق النار رغم محاولات عدة لإدراجها ضمن المحافظات التي شملها الاتفاق والتي شهدت حالة من الهدوء، فالميليشيا ما تزال مستمرة في خرق الهدنة التي تم الاتفاق عليها منذ أسابيع، وتشن هجماتها على مديريات وقرى البيضاء دون الالتزام بما شددت عليه الأمم المتحدة في سعيها لإنهاء الحرب. خروقات جديدة ارتكبتها قوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي في مناطق مختلفة من المحافظة، وتمثلت في قصف مواقع تابعة للمقاومة الشعبية وكذا قرى سكنية بعيدة عن دائرة المواجهات. لم تكتفي الميليشيا بهذا فحسب، بل إن تعزيزاتها العسكرية صوب المحافظة مستمرة في محاولة متكررة لتوسيع سيطرتها على المديريات التي تواجه فيها مقاومة شرسة كمديرية الزاهر وذي ناعم ومناطق أخرى. مصادر ميدانية قالت إن الميليشيا دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى حيد أسلم بمنطقة عزة، واستحدثت نقاطا للتفتيش وزرعت عشرات الألغام في مديرية ذي ناعم، في حين قصفت قرى في عزلة الحبج والأجرد في مديرية الزاهر. تلك التصعيدات الميدانية تجعل المقاومة الشعبية ترد على أي عمل عسكري للميليشيا في إطار ما قالت عنه حق الرد على أي خروقات ترصدها في جبهات القتال، وهو ما يجعل الحرب غير قابلة للتوقف إن استمرت تلك الخروقات. وإلى محافظة إب، حيث اختطفت ميليشيا الحوثي والمخلوع مواطنا من أبناء عزلة الأهمول الشعاور. وقال المركز الإعلامي للمقاومة في إب إن الميليشيا اختطفت المواطن سعيد محمد أحمد الحكمي في منطقة الجبجب على طريق مديرية حبيش أثناء عودته برفقة زوجته من المستشفى، واقتادته إلى جهة مجهولة. هذا وتواصل الميليشيا اختطاف عدد من المدنيين ومداهمة المنازل في مناطق مختلفة من المحافظة. أشادت وزارة الخارجية الفرنسية باستعادة السلطات اليمنية السيطرة على مدينة مكلا بمساعدة التحالف العربي بعد طرد عناصر تنظيم القاعدة. وقالت في بيان لها إن هذه العملية التي تكللت بصد توسع الإرهاب في المنطقة عملية ناجحة ستمكن السلطات الشرعية من بسط سيادتها على الإقليم. وأشارت فرنسا إلى أهمية تسوية الأزمة اليمنية بالسبل السياسية، معربة عن دعمها للجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في المفاوضات الجارية في الكويت. أكدت مصادر محلية مقتل قيادي في تنظيم القاعدة وثلاثة من مرافقي في غارة لطائرة أمريكية من دون طيار بمحافظة أبيان. وقالت المصادر إن الطائرة استهدفت سيارة في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة كان يستقلها القيادي في القاعدة حسام الزنجباري أثناء قدومها من مدينة جعار التي يسيطر عليها مسلح التنظيم منذ ديسمبر الماضي. وذكرت معلومات صحفية أن الزنجباري هو المسؤول المالي للتنظيم بالمحافظة. في حضرموت يواجه الجيش والحكومة عددا من التحديات بعد تحقيقهما انتصارات على في المحافظة، أبرزها إعادة الحياة للمدينة ومعالجة الآثار السلبية لسلطة تنظيم القاعدة. وتمكنت قوات الجيش بمساندة التحالف العربي من طرد عناصر التنظيم من مدن ومدريات ساحل حضرموت. واقع جديد
ذلك الذي فرضه الانتصار السريع والحاسم الذي حققه الجيش الوطني من قوات النخبة الحضرمية ضد عناصر تنظيم القائد كلا وبقية مدن الساحل الحضرم. وبقدر ما كان الانتصار سريعا وحاسما ستكون التحديات أمام الحكومة غاية في الصعوبة. بلا شك أن السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليوم أمامها تحدي كبير في تثبيت النصر أو الحفاظ على النصر التي حققته في الأيام القليلة الماضية، أيضا أمامها تحدي في استئناف عمل مؤسسات الحكومة المعطلة منذ أكثر من عام. عام ونحو، تلك هي جل الفترة الزمنية التي ساد فيها حكم جماعة أنصار الشريعة المنبثقة عن تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، فترة كانت كافية وفقا للكثير من المراقبين لنشر فكرها ومعتقداتها خصوصا في أوساط الشباب، مستغلة غياب الدولة وانتشار الفقر والبطالة في صفوفهم. ما تراكم خلال العام بالتأكيد هو كثير. خلال الفترة الماضية استطاع تنظيم القاعدة أن يستقطب الكثير من الشباب نتيجة لعملية التجاهل التي للأسف تضاعفت وتراكمت من قبل الجهات المسؤولة. ولعل خير دليل على ذلك أن غالبية ضحايا القصف الجوي الذي طال معسكرات التدريب للقاعدة في حضرموت مؤخرا كانت من فئة الشباب وحديثي السن. مع طغيان نشوة الانتصار على حديث قادته، يبقى التحدي الأكبر هو في الحفاظ عليه وتثبيته على أرض الواقع. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا. في محافظة الحديدة يهدد طفح مياه الصرف الصحي بانتشار عدد من الأمراض في أوساط المواطنين، ويزيد استمرار هذا الإهمال من مخاطر تعرض السكان للأوبئة مع حلول فصل الصيف وارتفاع معدلات الرطوبة. هكذا تبدو شوارع الحديدة تفيض بالمجاري وتتجمع فيها مياه الصرف الصحي لتحاصر السكان والمنازل. يجتاز هؤلاء بأقدامهم لكنهم لا ينجحون في النجاة من الأوبئة التي ما تزال تفتك بهم، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع معدلات الرطوبة. لا أحد يحرك ساكنا، يكتفي الجميع بالصمت لتضاف للكثير من المعاناة ساكنة هذه المدينة. تبقى الحياة مهددة بمخاطر لا يدركها أحد، أو بالأصح بات الكل يغض الطرف للفرار من إنسانيته. تختلط مياه الصرف الصحي مع النفايات، تنتشر حولها الكلاب الضالة، ويغيب الإنسان الذي يتوارى بوجعه حول عجز كبير لا انتهاء له. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. نقابة التدريس بجامعة صنعاء تعلن استئناف العملية الدراسية بعد أسابيع من الإضراب الشامل. تعثر جديد في مشاورات الكويت، وولد الشيخ يلتقي وفدي الحكومة والميليشيا كلا على حدة. الميليشيا تواصل خروقاتها في عدد من المدن وإصابة 11 مدنيا في تعز. طفح مياه الصرف الصحي في الحديدة يهدد بانتشار الأمراض في أوساط المواطنين. أهلا بكم من جديد. نظمت مبادرة كن عظيما الشبابية فعالية خيرية لدعم المقاومة الشعبية في مدينة تعز، وذلك ببيع أطباق خيرية. وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم أبناء المحافظة ومساندة المقاومة بمشاركة نساء وأطفال من المدينة. المبادرة الشبابية التي قامت اليوم بهذا النشاط العظيم ببيع أطباق خيرية في مدرسة الوحدة بتعز، وصالح هذه الأطباق سيعود بأجمعه لدعم المقاومة في الجبهات بكل ما تحتاجه من متطلبات غذائية، عسكرية، ملبس، أي كل ما يتطلبه المقاوم في تلك الجبهات. نحن إحدى الطالبات نشارك إن شاء الله في هذه في هذا الدعم لتصل إلى جميع جبهات المقاومة الشعبية في تعز. نحن هنا طالبات مدرسة الوحدة
نؤكد دعمنا للمقاومة الشعبية في كل الجبهات، وأن هذا ليس إلا مجرد نقطة بداية، وأننا إن شاء الله ندعمهم في البيوت وفي المنازل، وندعمهم بالدعم المادي والمعنوي، ونقول لهم أننا معهم في جميع الجبهات، وأننا لو استطعنا أن نحمل بدل القلم السلاح لحملناه دولا عنهم، ولو لم يبقى في تعز نساء رجال لبقينا نحن رجالها ونساءها. أقر مجلس الوزراء وثائق برنامج إعادة الإعمار والتنمية، وحدد الإطار العام وهيكل الجهاز التنفيذي وكافة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية الخاصة بعملية التنفيذ. وقالت وكالة سبأ الرسمية إن وزير التخطيط محمد الميتمي قدم في اجتماع المجلس تقريرا حول برنامج إعادة إعمار ما خلفته الحرب. وقال الميتمي إن المرحلة ستبدأ من المناطق المحررة بدءا من عدن، ثم مرحلة التحول الممتدة من عام إلى 5 أعوام، وأخيرا مرحلة ترسيخ الاستقرار التام والتنمية الشاملة، وتمتد من 5 سنوات إلى 30 عاما. إلى ذلك، أثرت أزمة المياه على مختلف مناحي الحياة في البلاد، إذ تصدر الأطفال قائمة الفئات المجتمعية المتضررة من هذه الأزمة. التقرير التالي والتفاصيل. على مدى عام كامل ربط الأطفال عند صنابير المياه وحملوا أوعية مختلفة الأشكال والأحجام كبدائل عن مستلزمات دراستهم المتوقفة. حضرت صور الأطفال المحملين بالمياه في مختلف الوسائل، وظهرت وجوههم في مختلف الأنحاء، لكنهم ظلوا محتاجين لما يرويهم. تفاقمت أزمة المياه التي غطت البلاد في أوقات سابقة للحرب، لكن حدتها ازدادت وتكاثر ضحاياها مع انطلاق المعارك. احنا بلا ماء لنا 5 أيام. وأكثرت المنظمات الدولية والمحلية من تحذيرات لم تصل إلى تقديم أي حلول. قالت منظمة اليونيسف إن مئات الآلاف من أطفال اليمن لا يحصلون على مياه شرب نظيفة، وتحدثت غيرها من المؤسسات المحلية عن أحياء محاصرة في تعز لا يسمح لسيارة نقل المياه من الوصول إليها. وسبق للأمر ذاته أن حدث في عدن، ورافق شح المياه المعارك، وكان الأطفال هم أكثر من دفع الثمن من أجسادهم ومن واقعهم اليومي الذي تحول إلى ساعات انتظار لقطرات ماء تحضر أحياناً وتغور أحيانا كثيرة. بالرغم من الأوضاع غير المستقرة في شبا، إلا أن تدفق اللاجئين والمهاجرين الأفارقة بصورة يومية إلى سواحل المحافظة لا يزال نشطا. ولوحظ في الآونة الأخيرة تواجد أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة في بعض المدن الرئيسية بالمحافظة، لا سيما من الجنسيات الصومالية والإرترية والأثيوبية. المئات من المهاجرين غير الشرعيين يصلون إلى سواحل محافظة شبوة بشكل شبه يومي. فسواحل مديرية رضوم شرقي المحافظة تشهد تزايدا مستمرا لأعداد المهاجرين الأفارق، لا سيما من دول إثيوبيا وإريتريا والصومال. مسافات طويلة يقطعها هؤلاء سيرا على الأقدام بعد عملية فرز في مخيمات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مديرية ميفعة، التي تستثني الجنسيات غير الصومالية من حق اللجوء والانضمام إليها، وذلك بموجب اتفاقية الحكومة اليمنية مع الأمم المتحدة. طبعا بالنسبة للهجرة الأفريقية تبدأ من ميناء بوصاصو في شمال شرق الصومال، يمرون طبعا في رحلتهم عبر القوارب الشرعية حتى يصلوا إلى سواحل جنوب محافظة شبوة حول بير علي والبيضة وساحل أنبه. بعد ذلك يتم نقلهم عبر جمعية التكافل الإنساني إلى مديرية ميفعة، حيث يوجد مخيم الفوضية السامي لشؤون اللاجئين. طبعا في المخيم يتم فرزهم إلى مجموعتين، بالنسبة للصومال يعتبرون لاجئين، أما بالنسبة لبقية الجنسيات الأخرى وخاصة الأثيوبية والأريترية هؤلاء يعتبرون مهاجرين غير شرعيين. وحسب الإحصائيات حوالي 80,000 مهاجر أفريقي غير شرعي دخلوا الأراضي اليمنية عن طريق محافظة شبوة فقط. يتحدثون أن أوضاع بلدانهم جعلتهم يهاجرون ويخاطرون بحياتهم وصولا إلى اليمن، وربما لم يكن في حسبانهم أن الأقدار جاءت بهم إلى بلد لا تكل أوضاعه سوءا عن بلدانهم. ومن موت إلى موت يواصل بعض من هؤلاء رحلتهم صوب الحدود السعودية بحثا عن عمل أو عن حياة أفضل.
جاءوا من أول من إثيوبيا، من دخلوا الصومال، جاءوا من بحر، دخلوا من بير علي، نزلوا من بير علي، من بير علي إلا المارب، من المارب إلا الجوف، من جوف إلا سعدة، من سعدة إلا علي ثابت، يقول علي ثابت حدود. الجهات الأمنية في المحافظة تشكو من شحة الإمكانيات التي لا تمكنها من توفير أماكن إيواء لهؤلاء أو ترحيلهم إلى بلدانهم. هذه هي مظاهر خطيرة وأنا أحذر منها. أنا أول حاجة أن لا عندنا الإمكانية نحجزهم، لا عندنا الإمكانية نرحلهم، لا عندنا الإمكانية الجهات التي نتواصل معها في إطارها نتواصل معها من أجل ترحيل هذا الشخص الناس أو عمل لهم معسكرات. تظل ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر سواحل محافظة شبوة وما تحملهم من بعد إنساني وأمني معضلة كبيرة أمام السلطات المحلية، مما يستدعي ضرورة تعاون المنظمات الدولية للمساهمة في حلها. لم تكن شبوة إلا محطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين، لكن استمرار تدفقهم ومكوثهم في بعض المدن يثير مخاوف المواطنين ويثير تساؤلاتهم أيضا. إبراهيم حيدرة، لقناة بلقيس، من محافظة شبوة. أعلنت نقابة هيئة التدريس والموظفين في جامعة صنعاء استئناف الدراسة بعد إضراب شامل كانت قد نفذته احتجاجا على قرارات تعيين أصدرتها ميليشيا الحوثي. وقالت النقابتان في بيان لهما إنهما متمسكان بالرفض المطلق في التعامل مع القيادة المكلفة بشكل غير قانوني ورفض كل ما صدر عنها من تغييرات في عمادة الكليات وقيادات الجهاز الإداري للجامعة. ويأتي استئناف العملية الدراسية بعد أسابيع من إعلان الإضراب الشامل احتجاجا على قرارات تعيين أصدرها المكلف بأعمال نائب وزير التعليم العالي المعين من قبل الميليشيا. أصدر مجموعة من المثقفين والأدباء والناشطين الحقوقيين بيان إدانة واستنكار لحادثة القتل التي طالت الشاب عمر محمد باطويل على يد مسلحين متطرفين في مدينة عدن، وطلب البيان بملاحقة وكشف المتورطين في الجريمة التي تعد انتهاكا لكل قيم العدالة والتسامح والتعايش والأعراف والأديان السماوية. جاء البيان ضمن حملة إلكترونية واسعة دشنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لاستنكار الجريمة وإدانتها ومطالبة السلطات بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. أهدى الفنان اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة إلى الشعب اليمني تحت عنوان بقدر الجراح، والأغنية من ألحان شاكر نفسه وكلمات الشاعر اليمني عجلان ثابت والتوزيع الموسيقي لطارق عبد الجابر. بقدر الجراح وقدر الدماء وحجم الضحايا الذي لا يهون سنغرس رايته في السماء ونزرع ياء ومين. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوان. تعثر جديد في مشاورات الكويت وولد الشيخ يلتقي وفدي الحكومة والميليشيا كلا على حدة. الميليشيا تواصل خروقاتها في عدد من المدن وإصابة 11 مدنيا في تعز. طفح مياه الصرف الصحي في الحديدة يهدد بانتشار الأمراض في أوساط المواطنين. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.